بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو التصحيح ديال التمرين امتحان جهة أولي جهة 12 حسيمي سنة 2016 تعلق بالنظام. إذا النظام اللي عندنا إكس زائد إيكغيك تساوي 34، 4 إكس زائد إيكغيك تساوي 12، ثم وزع في الله في المسألة الله 560 كيلوغرام من الزيتون على 34 كيس عسل على أكياس تزن 20 كيلوغرام وأخرى تزن 15 كيلوغرام، ما هو عدد الأكياس التي تزن 15 كيلوغرام؟ إذا السؤال الأول، لدينا النظام اللي عندنا إكس زائد إيكغيك كتساوي 34، 4 إكس زائد 3 إيكغيك كتساوي 112. إذا بما أنه محددون الطريقة باش غادي نديرو الحل لهاد النظمة، نستعملو الطريقة لأننا باستعمال طريقة تأليف خطية. إذا عندنا إكس زائد إيكغيك كتساوي 34، إذا المعادلة الأولى، وهنا عندنا 3 إكس زائد عفوا 4 إكس زائد 3 إيكغيك كتساوي 112، هذه المعادلة الثانية. إذا هنا خصنا نحصلو على واحد جوج ديال الحدود اللي هما متقابلين، إذا إما غادي نخلصو من إكس أو نخلصو من إيكغيك بحال، أنا غادي نضربو مثلا المعادلة الأولى نضربوها في ناقص 3 باش نخلصو من إيكغيك، المعادلة الأولى نضربوها في 1، إذا غتصبح المعادلة ناقص 3 ضرب إكس هي ناقص 3 إكس زائد ناقص 3 ضرب إيكغيك هي ناقص 3 إيكغيك تساوي ناقص 3 ضارب 34 هي ناقص 102. هنا في واحد يعني المعادلة ما غاديش تتغير، بقى واحد في واحد 4 اكس هي 4 اكس زائد واحد ضارب 3 اكس هي 3 عفوا 3 اكري، واحد ضارب 112 هي 112. ثم نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف، ناقص 3 اكس غادي نجمعها مع الطرف الاخر اللي هو 4 اكس زائد ناقص 3 اكري زائد عفوا هنا نعم زائد 3 زائد 3 إيكغيك تساوي ناقص 102 زائد 112، ناقص 3 إكس زائد 4 إكس هي إكس زائد 3 إيكغيك ناقص 3 إيكغيك هي صفر، مجموع العددين المتقابلين ناقص 103 زائد 110 112 هي 110 عفوا، لأن عندهم إشارتان مختلفتان، لأن بعد ما تبقى واحد العدد كنحتفظو بالإشارة ديالو اللي هي موجودة، 112 ناقص 102 هي 10، إكس زائد صفر هي إكس تساوي 10. ثم لنعوض مثلا إكس بعشرة في المعادلة، مثلا إكس زائد إيكغيك كتساوي 34 كتساوي 10، يعني 10 زائد إيكغيك كتساوي 34، إيكغيك كتساوي 34 ناقص 10، إذا إيكغيك كتساوي 24. إذا حل النظمة هو الزوج، شحال إذا هو الزوج 10 24. ثم غادي نشوفو سؤال آخر وغادي نديرو الحل ديال هاد المعادلة، ندير هاديك النظمة لي عندنا شرايطين. إذا النظمة لي عندنا هي هادي، وزع في الله 560 كيلوغرام من الزيتون على 34 كيس، وحصل على أكياس تزن 20 كيلوغرام وأخرى تزن 15 غرام، ما هو عدد الأكياس التي تزن 15؟ كما قلنا في الفيديو اللي قبل منه بأن المعادلة أو المسألة كتكون لها علاقة بالنظام اللي حلينا في الأول، يعني باش ما نضيعوش الوقت ديالنا بزاف. في الله إذا وزع في الله 560 كيلوغرام من الزيتون على 34 كيس، مطلوب منا هو عدد الأكياس تزن 15، إذا ليكون مثلا إيكغيك عدد الأكياس التي تزن 15 كيلوغرام، وهنايا ليكون إكس ضروري خصنا إكس لعدد أكياس التي تزن 20 كيلوغرام، واخا مطلوبش منا لكن دابا باش نحدو العدد ديال إكس خمس اللي كتزن 15 كيلوغرام، دابا خصنا نعرفو العدد ديال الأكياس التي تزن 20 كيلوغرام، نحصل على أكياس تزن 20 كيلوغرام وأخرى تزن 15 غرام. إذا إذا الأولى السؤال الثاني، المسألة الثانية هو صياغة النظمة، نوزع في الله 560 كيلوغرام من الزيتون على 14 على 34 كيس، فحصل على كيس تزين 20 كيلوغرام واخرى تزين 15 كيلوغرام، اذا وزع في الله على وزع في الله 560 كيلوغرام من الزيتون على اكياس تزين 20 كيلوغرام و 15 كيلوغرام. شنو اللي كنفهم من هذا السؤال؟ بان إلا جمعنا عدد الأكياس اللي الوزن ديالها هو 20 كيلوغرام زائد عدد الأكياس اللي الوزن ديالها هو 15 كيلوغرام،
غادي نلقاو 560 كيلوغرام. يعني الا خدينا 20 الكيس اللي كتوزن اللي هو اكس، يعني 20 اكس زائد اللي كتوزن عدد الاكياس اللي كتوزن 15 كيلوغرام هي يكريك، يعني 15 ضرب عدد الاكياس اللي كتوزن كتساوي 560. يعني 20 اكس زائد 15 يكريك تساوي 560. ثم الخطوة الثانية عندنا 34 كيس، 34 كيس من بين الأكياس اللي كتوزن 20 كيلوغرام والأخرى اللي كتوزن 15 كيلوغرام. يعني إلا جمعنا عدد الأكياس اللي كتوزن 15 كيلوغرام هي إيكغريك زائد عدد الأكياس اللي كتوزن 20 كيلوغرام هي إكس تساوي 34 كيس. ثم حل النظمة، إذا عندنا إكس زائد إيكغريك تساوي 34، وعشرين إكس زائد 15 إيكغريك كتساوي 560. هذه غادي نحاولوا نبينوا بأن 20 إكس زائد 15 إيكغريك تساوي 560 هي 4 إكس زائد 3 إيكغريك تساوي 112. يكفي نقسموا هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف على 5، لأن إكس زائد إيكغريك كتساوي 34. 20 إكس غادي نقسمها على 5 زائد 15 إيكغريك غادي نقسموها على 5 تساوي 560 على 5. إذا إذا قسمنا جميع الأطراف، الطرف الأول والطرف الثاني على نفس العدد، كتبقى تساوي المعادلة، لأن إكس زائد إيكغريك كتساوي 34، عشان إكس مقسوم على 5 هي 4 إكس زائد 15 على 5 اللي هي 3 إيكغريك، 560 مقسوم على 5 اللي هي 112، اللي هي نفس المعادلة ديال الأول. هادشي اللي قلنا لك ضروري خصك تربط ما بين طرف البال، يعني غالبا كتكون المسألة راه هي الحل ديال النظمة ديال الأول، وهادي لقينا الحل ديالها. حسب السؤال واحد فإن حل النظمة هو شحال لقينا في إكس، إذا 10 ديال الأكياس من فئة 20، ثم عندنا 24 كيس من فئة 15 كيلوغرام. السؤال المطلوب منا هو عدد الأكياس التي تزن 15 كيلوغرام، ومنه عدد الأكياس التي تزن 15 كيلوغرام هو 24 كيسا. ثم التحقق من الحل، إذا إلا جمعنا عدد الأكياس من فئة اللي كان الوزن ديالها 15 كيلوغرام زائد عدد الأكياس اللي الوزن ديالها 20 كيلوغرام، كتلقاوها كتساوي 34. يعني 24 زائد 10 كتساوي 34. دابا غادي نشوفو الثانية، واش عندنا 65؟ إلا خدينا 20 كيلوغرام وضربنا في عدد الأكياس ديال 10 هي زائد 24، 24 كيس ضارب 15 كيس، شحال كتساوي؟ 20 في 15 فهي كتساوي 200، زائد 24 في 15، 5 في 4 هي 20، 1 في 5 جوج 10 زائد 1 هي 11، إذا 4 1 0 5 جوج، إذا هي 250. إذا هي 250، إذا عندنا 200، 5 في 4 20 تعوضوا بجوج، 5 هي 10 زائد 1 هي 12، هنا 12 إذا هنا عندنا 6، هنا واحد جوج، هنا عندنا جوج، إذا 5 6 هنا هي 3، إذا زائد 360، 200 زائد 360 هي 560. وبهذا نكون سلمنا التصحيح ديال هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.